دعاء اليوم الثالث من رمضان. اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك، من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا، بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي، وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تشمت أعدائي بي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، طريقي والرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني. اللهم إني أعوذ بك من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إني عبدك، بنو عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته. وإن أصبحت بحزن فأمسني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي. اللهم إنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها، كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشر من أرسل لي هذا الدعاء، ومن يرسله بحاجة تفرح قلبه وتدمع عيناه منها. اللهم آمين.